شهدت مناطق مختلف في محافظة ديالى تساقط أمطار رعدية غزيرة أدت إلى محاصرة عشرات المنازل في غربي بعقوبة وشرقها، مما أدى إلى طفح المجاري وانسداد بعض الطرق الرئيسية بسبب فيضانها. وتساءل أهل المناطق عن الخدمات مع وجود ميزانيات انفجارية، وأين دور المسؤولين فيها؟ لا تبليط، لا مجاري، هاي منطقة القاطون، منطقة القاطون كل شيء ما بها، لا مجاري، لا تبليط، هاي شوف هاي العالم، هاي العالم شلون تطلع؟ هاي العالم اللي ما عندها من تعبر، من تفوت؟ نفس الشيء، لا مصروف لنا شيء، يقولون مصروف لنا كذا وكذا، بس كل شيء ماكو، ما شايفين. اكو ميزانيات واكو شيء محافظ دياله، بس خصوصا هاي المنطقه بالتحديد دا تصور، خلينا نشوف المصور، خلي ياخذ الوضع بين الشارع، يعني المطر يوم واحد وشوف المي ايش قد صار. يعني نتمنى من الجهات المعنيه المسؤولين يجون لهاي المنطقه يتابعونها. فيما اكدت مديريه مجاري دياله بان حاله الاستنفار القصوى من قبل كوادرها خففت من غرق بعض المناطق من خلال تواجدها منذ ليلة أمس لغاية اليوم، مؤكدين بأن مشروع غرب معقوبة للمجاري في حال إكماله سيخفف الكثير من المشاكل والهموم التي ترافق هذه المناطق مع تساقط الأمطار. مشروع غرب معقوبة إذا يكمل خلصنا من هاي مشاكل، ويصرف لنا مياه الأمطار والصرف الصحي الموجودة في هذه المناطق. كميات أمطار، كميات أكثر من حجم الشبكات الموجودة حالياً، وتم سحب المياه والحمد لله ما شكر أي سدادات في الشبكات. في ظل غياب الخدمات في المحافظة وانهيار الاقتصاد وسوء الخدمات الإنسانية بشكل عام، تشهد المدينة سقوط بيئي وإهمالا شاملا من قبل الجهات الحكومية المختصة، فأصبحت معقوبة مليئة بظاهرة طفح المجاري المستمر في ظل غياب الدولة والجهات المختصة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.